أكدت النيابة العامة أن البيانات الشخصية تتمتع بحماية جزائية تجاه أي ممارسات محظورة من شأنها أو في شأنها، وتترتب على تعاملاتها موثوقية عالية وفقا لنظام حماية البيانات الشخصية. وتشمل البيانات الشخصية كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد أو يجعل التعرف عليه ممكنا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كالهوية والحسابات البنكية والصور الشخصية.